كلام مني فهم نظام صلاة والسلام على النبي تاج المرسلين. نويتها هذه قصيدة جبتها وبديتها باسمك يا رب العالمين. صاجرات صرت في القصبة بالتباع على البنات في دار المعكرة ساكنين، كانوا تنين خواتت فيها عايشين كاسبين داروا فيها متونسين. قالوا زمان يحكيوا عليهم يا فلان في الوطن شاع خبرهم يا عارفين. عبد ربي ومتولى مأصلة ومعروفة عند المؤمنين، صلاتها ياك ما تغفلش عليها وصيامها وقيامها مع الساجدين. محجبة تقرأ القرآن مرتبة ومؤدبة والكل عليها شاهدين. والتانية شحال معلقة بالدنيا في الفانية وتبع بهواها مكين، العبادة وعمرها ما هي ساجدة غرادة ديما زهية مع الزاهين. العذرة وعليها الناس معكرة مغرورة وما عرفت تصلح منين. الزاجرات صارت في القصبة بالتباع على البنات في دار المعكرة ساكنين. وحد النهار البنات يلهبوا في النار فوق الجمار يطيبوا الفطور سامعين. بريحته تعبق في الدار وسطرته شماته جارتهم وجاها بنين. متوحمة هي في الأمر مسلمة وحلمة ذاك طاجينا سامعين. ما بقات ودخل وخرج على البنات شحال اشتات وما ذقت هذا سنين. طعام طاب المؤمنة قلبها مرطاب وبلا خطاب ما بغات تصدق شي معين. والحاملة تطلب ربي لا علا الطفلة تناديها في رمشتاين. والتانية هذيك الطفلة السلية وبلا حيا قلت لخطها كلام زين. نصدقوا طعمنا هذا ينفرقوا ونذوقوا جارتنا من المتوحمين. قصة جرات صارت في القصبة بتبات وعلى البنات في دار المعكرة ساكنين. المؤمنة رفضت الخطاب غلقي الباب لا تولينا من الواقفين. والسالية قلت مانيش هانية بالنية كوني ليا من الصاغين. نكتب لك الدار الكل باسمك
ترجع لك بوت الصبح من الوردي. نشرط لك هذا الطاجين وفطور ما يعود لك وتديه الجارة في حين بحملها ولوحة من اللي بيها شهوتها تبرد وحنا يمهنين. اه يا اختي راني قبل ما قلتي إذا عزمتي اكتبي لي الدار بشاهدين هكذا كتب سبحان ربي ما رغب وإذا يحب قلب العصي واللي حنين وفالليل كل وحدة في بيتها قفين شمعة شعيل حتى ضحى ومين النايمين قصة جرات صارت في القصبة بتبات وعلى البنات في دار المعكرة ساكنين. مع الصباح وبعد النوم الاستراح مومنا صياح على اختها ما كان وين تحت الباب المخارج يا حباب كلها حساب الطفله من المتحممين الوعد طال والباب ما زال قفال كلها سأل حتى ولا ومقلقين يطبطبوا خلف الباب ويتناوبوا يتجاوبوا ما هيش من المتكلمين كسروا الباب وصابوا تماشي عجار اه يا اصحاب طفلة صبحت من الميتين مكفنا ومغسولة ومحننا ومزينا بعطر ومسوك من السمين قصة جرات صارت في القصبة بالتبات وعلى البنات في دار المعكرة ساكنين. كانوا تنين حمامات عليها واقفين تما فحين طاروا في السماء معلين دوك يا حباب الملائكة بلونها شباب خيار الثياب وبيض يسطعوا منورين رويتها هذه قصيدة جبتها وحكيتها وتبقى عبرة للجايين. هذه دار موجودة اليمنى يا حرار تبقى عبار والناس يجوها زايرين عنوانها العيد بن سعيد مقامها ورسامها في داخل القصبة موكرين ما كان من قادر فيها يسكن واللي من ربي درها للقصدين هو الله فعل في ملكه ما بغاه هذا قضاه وعباده ما هم قادرين قصة جرات صارت في القصبة بالتبات وعلى البنات في دار المعكرة ساكنين. ديما تغلب في الدنيا أولية وربي بشرها في حين يهدي من يشفي العبادي الصمادي سبحانه مالو شركين اختمتها بالصلاة للمنتهى على الطه شفيع الأمة يا حاضرين الأسم ما يخفى شفاهم مسلم قال بوزما ياسين
يا ربي انت تغفر لي ذنوبي مع قرابي وتوب علينا يا حنين. قصة جرات صارت في القصبة بالتباب على البنات في دار المعكرة ساكنين. قصة جرات صارت في القصبة بالتباب على البنات في دار المعكرة ساكنين.